السيدات والسادة، سنبدأ حفل تخريج بنزول الطلاب الخريجين. السادة الحضور، أين الحفل الكريم؟
نحييكم عبر واحد من أهم المنابر العلمية والمعرفية الوطنية، ألا وهو الجامعة العربية الدولية الخاصة، ونبدأ حفلنا هذا بالنشيد العربي السوري. التعليم العالي راعي الحفل، أساتذتنا الأعزاء، أيها الحضور الكريم، إنه لشرف لي أن أتكلم باسم زملائي وزميلاتي خريجي الدفعة الثانية من طلاب الجامعة العربية الدولية. أيها الحضور الكريم، حقيقة واحدة نعلمها جميعا أننا نعشق جامعتنا، وأننا فخورون بهذه الجامعة التي أصبحت جزءا منا وأصبحنا جزءا منها. هذه الجامعة التي تعمل جاهدة لتقديم كل ما أمكن من برامج تعليمية ووسائل علمية، واجتهدت بكوادرها لتصبح في طليعة الجامعات الخاصة في سوريا ولتلتقي إلى مستوى جامعات الدول العربية المجاورة العريقة. والشكر، كل الشكر لأساتذتنا الأفاضل، لقد زرعتم فينا الكثير وأثرتم فينا كلهم بطريقته. أشكر كل العاملين في الجامعة العربية الدولية، بكم وصلنا إلى هنا، وبكم ستستمر الجامعة إلى الأفضل. وأمنيتي أن أعود يوما ما إلى هنا لأرد الجميل وأقدم للجامعة بعض مما قدمته لي، وشكرا لكم. كلمة الجامعة العربية الدولية الخاصة يلقيها الأستاذ الدكتور عبد الغني ماء البارد رئيس الجامعة. الأستاذ دكتور غياث بركات وزير التعليم العالي، طبعا حفل تخرج الدفعة الثانية من طلاب الجامعة العربية الدولية دفعة تشرين التحرير، تتزامن مع افتتاح ووضع حجر الأساس لمزيد من منشآت الجامعة. كل ذلك ندين به طلابنا ونحن